مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم في القدس والأقصى، ينضم إلينا الأستاذ محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بكم أستاذ محمود. بداية، للعام 13 على التوالي وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فرض الاحتلال الصهيوني قيودا على الفلسطينيين في حركة البشر والبضائع. ما أثر تلك القيود على حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا أشكركم أخي على إثارة هذا الموضوع في هذا الموضع في هذا الوقت. ولكن أخي لا أعرف أن هذه 13 عام هي خاصة بغزة، حصار غزة عمره الآن 13 عام، أما القيود على الفلسطينيين سواء كانوا في أراضي 48 فعمرها أكثر من 70 سنة. والقيود على أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس عمرها الآن 53 سنة. أحسنتم أستاذ محمود على التصحيح. بدأت أصلا مع وجود الاحتلال، نعم. ولا يمكن أن تنتهي إلا بكمس هذا الاحتلال وإخراجه من فلسطين. نعم. أستاذ محمود، يعني الآن الموضوع تجديد القيود بحسب المنظمة، منظمة هيومان رايتس ووتش، برأيكم ما هو تأثيرها على الفلسطينيين الآن الذي يعانون من هذه القيود؟ نعم، أشكركم طبعا على توضيح المعلومات بالنسبة لمدة الحصار، لكن ما تأثير هذا الحصار؟ الحصار له تأثيرات كثيرة جدا على الفلسطينيين. ففي غزة الحصار مطبق والوضع الإنساني في غزة جدا صعب. ممكن أن نتخيل سجن كبير جدا يقطنه 2 مليون إنسان مسجونين منذ 13 عاما. يعني لو كانوا مجرمين وعملوا قضايا جنائية المفروض أنه أنهوا محكومياتهم ويتم إخراجهم من هذا السجون. نعم. أما ما يحدث في الضفة الغربية وفي القدس فهو مسألة أخرى مختلفة تماما. ما يحدث في القدس الآن أخي الكريم هو عبارة عن إنهاء السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك. بدأ هذا الجهد منذ سنتين، إذا أردنا أن نؤرخ لهذا شهر 1/2019 استطاعت قوات الاحتلال الصهيوني أن تنتزع من أوقاف القدس اللي هي تابعة لأوقاف الأردن بالمناسبة. استطاعت أن تنتزع منهم يعني صلاحيات ترميم الجنوب، الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. منذ ذلك الوقت وبدأت سلسلة التنازلات من الأوقاف، كأن الأوقاف الإسلامية في القدس أصبحت كأنها فقط مؤسسة لتدير الوجود الإسلامي في داخل القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر خطير جدا. لذلك الأسبوع الماضي أدخلت قوات الاحتلال الصهيوني أجهزة مساحة وقامت بعمل يعني قياسات لكل ساحات المسجد الأقصى المبارك. ونخشى أخي الكريم أن يكون الاحتلال فعلا يخطط إقامة مبنى حقيقي للصهاينة، معنى أن يكون لهم يعني وجود مكاني كما أوجدوا لأنفسهم وجود زماني منذ قرابة سنة. أستاذ محمود، هل نفهم من هذا الكلام أنه هناك طرفا فلسطينيا قد يكون متورطا أو متخاذلا كأقل تقدير في موضوع السماح أو فسح المجال بهذه الطريقة للمستوطنين والقوات الصهيونية بالدخول لباحات المسجد الأقصى واقتحامها، يعني خاصة في ظل تزايد هذه الاقتحامات خلال الأشهر الأخيرة؟ نعم أخي، نعم، هذا الكلام أنا أقوله وأنا متوكل على الله، وأنا أشكرك على هذا السؤال الرائع. نعم، هنالك طرف فلسطيني متعاون مع الاحتلال، وهذا الطرف يعني يقدم للاحتلال الخدمة التي لا تقدمها له حتى الأنظمة العربية المطبعة. أنا أخشى أخي الكريم أن يكون السلطة الوطنية الفلسطينية التي أتت بها النكبة الفلسطينية الثانية اتفاقية أوسلو، أنا أخشى أن يكون كل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بعلم السلطة الفلسطينية، بل وبموافقتها في مقابل أخذهم بعض الامتيازات الشخصية لهم أو لأبنائهم. هذا أمر خطير جدا. هذه المقدسات ليست مقدسات فلسطينية، ليست مقدسات تملكها السلطة الفلسطينية تقوم بالتنازل عنها أو بغض الطرف عنها. هذه المقدسات مقدسات للمسلمين وللأمة العربية والإسلامية. ينبغي إذا كان الفلسطينيون، وأنا فلسطيني أقول هذا الكلام وأنا فلسطيني، إذا كان الفلسطينيون شرفهم الله أن يكونوا رأس حربة الأمة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، ينبغي علينا أيضا أن إذا وجد من بيننا فلسطينيين متخاذلين أو يعاونون المحتل، ينبغي أن نقول هذا بأعلى الصوت.
طيب. ما نتوقعه من أوقاف القدس غير ما يحدث الآن. حين أدخلت قوات الاحتلال الصهيوني الأجهزة لعمل القياسات في داخل المسجد الأقصى، كان مدير الأوقاف يقف بينهم ولم يجرؤ أن يصادر هذه الأجهزة، رغم أنه هذه من صلاحياته، وتعامل معها ببيان استنكار. هذا البيان يمكن لوزير أو لمسؤول الأوقاف في إندونيسيا أو ماليزيا أن يخرجه. أما أوقاف القدس فينبغي أن يكون له موقف على الأرض قوي. لكن أنا أظن أن عدم وجود ظهر لهذه الأوقاف قد يكون التخاذل أصلا من وزارة الأوقاف الأردنية، التي لم تحمي حتى حراس المسجد الأقصى الذين صدوا لاقتحامات المقتحمين أكثر من مرة، وحارس يتم إبعاده عن المسجد الأقصى مرتين، يتم التخلي عنه وإخراجه من وظيفة. أستاذ محمود، بعد للأسف نصفها بهذه الطريقة، بعد هرولة عدد من الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل مع وعود بمشروعات اقتصادية كبيرة معها، إلى أي مدى ترى أن الدعم العربي من الدول المعنية بقضية الأقصى ستبقى كما كانت؟ والله أخي أنا بس حاب أغير لفظة حضرتك قلتها، قلت هرولة الدول العربية. فأقول أن الهرولة هرولة أنظمة عربية وليست أنظمة دول عربية. زالت الشعوب العربية وفية لقضيتها الأولى فلسطين، لمقدساتها في القدس والمسجد الأقصى المبارك. ولعلنا نتذكر أن مصر طبع نظامها منذ أكثر من 45 سنة، النظام الأردني طبع أكثر من 26 سنة، حتى اليوم ما زالت لفظة اليهود في هذه البلدان شتيمة، وما زال السفير الإسرائيلي في هذه البلدان الذي طبعت أكثر من 25 سنة و 45 سنة، لا يجرؤ السفير الإسرائيلي أن يدخل جامعة ويعطي محاضرة لطلاب هذه الجامعة، لأنه يعرف أنه غير مرحب به شعبيا. كان إقدام أربع دول في عام 2020 في العام الماضي على تطبيع أربع أنظمة عربية هي دولة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع علاقاتها مع العدو أو مع دولة الكيان الصهيوني، إخوانا لا يؤثر على القضية الفلسطينية، لأن هذه الدول أصلا بعيدة عن فلسطين. وأنا لا أذكر أن الإمارات أو البحرين خاضت حروبا، علما أن دولة الإمارات يعني أنشئت في عام 71، طيب، يعني بعد النكبة وبعد النكسة، ولذلك لا تأثير لنظام لأنظمة هذه الدول على فلسطين. إذا كانت هذه الأنظمة تقدم دعما، من قبل كانت تقدم دعما، طيب، لمنظمة التحرير الفلسطينية، أما الشعب الفلسطيني أخي هو متروك يواجه الاحتلال دون أي دعم ودون أي غطاء. أخيرا بـ 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 بهذه النقطة، ما الأوراق إذن التي يملكها الشعب الفلسطيني بعيدا عن الحكومة؟ يعني هذا الموضوع أصبح بالنسبة لكم كأنها من العدم، ليست موجودة. ما الأوراق التي يملكها الفلسطينيون للحفاظ على أرضهم ومقدساتهم، وكذلك هي مقدسات العرب طبعا، بالعرب والمسلمين؟ نعم أخي، الشعب الفلسطيني ما زال مستعدا يواجه المحتل، ما زلنا نرى أن المرابطين في المسجد الأقصى هم الذين يحمونه وليس الحراس الرسميين، وما زال أهلنا داخل الفلسطيني سواء في الأرض المحتلة عام 48 أو في الأرض المحتلة عام 67 هم عمار المسجد الأقصى، هم الذين يحمونه بصدورهم دائما، وأخواتنا في الداخل هم الذين يحمونه أصلا. والشعب الفلسطيني ما زال يتلقى دعما شعبيا من كل الشعوب العربية والإسلامية، وما زالت أشواق هذه الشعوب موجودة لفلسطين، وما حركات يعني مناهضة التطبيع الإماراتية والبحرينية والمغربية والسودانية وسمها ما شئت. يعني أنا أمس كنت أتحدث على قناة يمنية، واليوم أنا في قناة عراقية، وهذا يشرفني جدا. أن أهلنا في هذه الدول ما زالوا مخلصين لقضيتهم. وأنا أحب أن أقول للمشاهدين أن والمستمعين أن فلسطين لم تحرر ولا مرة من الداخل، كانت دائما يتم إسناد أهلها من الداخل من الخارج، وأما الجيش الفاتح فيأتي من خارج فلسطين. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود الشجراوي، المتخصص في الشؤون المقدسية، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.